كما أكد الرئيس السيسي أن الزيادة السكانية لا تتماشى مع قدرة الدولة على تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وأضاف الرئيس السيسي أن التحديات التي تواجه الدولة تزيد من الإصرار على العمل والبناء. قدرة الدولة مش متمشية مع قدرة نمو الدولة. الاتنين مش زي بعض. يعني أنا لو عندي مصروف 1000 جنيه، دخلي مش 1000 جنيه، فيبقى في عجز. أنا مش بتكلم في موازنة، أنا بتكلم في عجز القدرة، الأداء. يبقى احنا دايما ده بينعكس على النتيجة، ندي فرص عمل مبنية على النظم لأن هي أقل تكلفة. فلما نزلنا للوعاء بتاعنا، أنا بقول لكم يا مصريين كلكم، يا اللي أنتم مهتمين بمواطنيكم وأهلكم وأولادكم ومستقبلهم. ففوجئنا إن إحنا الكلام ده يعني يخفض معنوياتنا اللي هقوله. والله إن كل الكلام ده لا يزيدني إلا إصرار شديد على القتال والعمل من أجلك يا مصر.